السياحه وجهاز السياحه والعمل على عوده السياحه بعد حوالي 6 سنوات من الركود. بصي وزير السياحه ده بيعمل شغل، هو ما كان المفروض يجي معانا النهارده. سافر برلين، سافر انجلترا. برلين عشان بورصه؟ لا انا اللي سمعته بورصه برلين والله يا برلين يا لندن. الراجل الحقيقه ما بيخليش جهد على جهده، يعني لسه كان جاي من ايطاليا ايام تعامد الشمس ده، انا قابلته في ابو سمبل، عرف بطرق كثيره جدا انه يرجع وفود السياحه الايطاليه رغم الحدوته الجامده قوي بتاعه ريجيني دي، فعمل مجهود جامد جدا. بس الفكره ان انت في دول عامله عليك حصار بجد مش هزار. روسيا كانت هترجع من 3 اشهر، الانجليز حذروها تحذيرات امنيه خلوها سحبت تاني. انما بصي هم هيجوا غصب عنهم هيجوا، بس خلاص تم تنفيذ جميع المطالب امنيا. دلوقتي انت بتخشي اي مطار في الدنيا زي ما بتخشي مطار القاهره، يعني مطار اسوان، مطار ابو سمبل دخلنا وقلعنا الجزم والجاكيتات وكل حاجه. ايوه تم تشديدات امنيه وخلاص طبعا كل المطالب اللي هم طلبوها تمت. هنا بقى في الهرم بقى دي حاجة خاصة بيهم، بس اللي هيضغط لعلمك لا الرئاسة ولا البرلمان الروسي، شركات السياحة الروسية، لأن ده أكل عيش. هم أصلا بيخسروا زي ما احنا بنخسر. ولما وقفت السياحة هم كان عندهم حجوزات جامدة جدا جدا كلها اتلغت. بالنسبة لشركات السياحة حضرتك شايفة إن الغرام ممكن تتأثر بعد تعويم الجنيه وتحرير سعر الرمل؟ لا 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 بالعكس، ده السايح اللي جاي معاه في جيبه كذا دولار وما هوش عارف الدولار بكام في مصر بيتردد انه يجي، ان لما يجي على سعر ثابت وصرف محرر بالشكل ده هتبقى المسألة احسن كتير جدا للسياحة.